مصر والمغرب هي المواجهة الأقوى والأهم على الصعيد الفني والجماهيري في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، لأنهما كانا أصحاب الأداء الأفضل في دور 16، كما كان صعود الفراعنة تحديدا للثمانية الكبار على حساب مرشح بارز للفوز باللقب القاري وهو المنتخب الإيفواري. ومن المتوقع أن يراهن كيروش على نفس التشكيل الذي خاض به اللقاء كوت ديفوار بعد التحسن الكبير في الأداء، مع تواجد أبو جبل بدلا من الشناوي ولاعب وسط بدلا من حمدي فتح المصاب، والأقرب قد يكون زيزو أو تريزيجي. وسيكون التشكيل الأقرب للفراعنة هو أبو جبل في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي فتوح وعمر كمال وحجازي وعبد المنعم، وفي الوسط النني والسولية وزيزو أو تريزيجي، فيما يبقى الرهان مستمرا على الثلاثي الهجومي صلاح ومرموش ومصطفى محمد. وبدأ منتخب مصر مشواره بمطب صعب بعد الخسارة من نيجيريا بهدف دون رد، تمكن بعدها من عبور دور المجموعات بعد الفوز على غينيا بيساو والسودان بهدف نظيف في المباراتين. أما في دور 16 فقد ظهر مدى التطور على منتخب مصر خلال مواجهة كوت ديفوار، وتمكن الفراعنة من الفوز بخمسة أهداف مقابل أربعة في ركلات الترجيح. على العكس تماما، بدأ منتخب المغرب البطولة بقوة وحقق الفوز على غانا بهدف نظيف في الجولة الأولى، ثم على جزر القمر بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل مع الجابون في الجولة الختامية لدور المجموعات بنتيجة هدفين لكل منهما. وفي دور 16 نجح أسود الأطلس في تخطي عقبة مالاوي بهدفين لهدف، لكن بعيدا عن ذلك فإن تاريخ مباريات مصر والمغرب يشهد الكثير من المباريات المثيرة للاهتمام، فمن يحجز بطاقة العرب في نصف النهائي؟